وبعيدا عن مباراه فاركو والقادم يوم الجمعه اللي جاي، في نقطه كده عايز اتكلم فيها مع حضراتكم. الاهلي عنده مباراه يوم الجمعه، ومباريات الدوري هي مباريات حاسمه بدايتها من يوم الجمعه. الناس شغاله تكتب مين هيمشي ومين مكمل، وكولر مش عايز فلان وعايز فلان ومش مقتنع بكذا. كل الاخبار دي قد تكون ممكن جدا الكل بيجتهد علشان يعرف اخبار النادي الاهلي، ولكن الاخبار دي مش وقتها. كلامك معظم الكلام اللي بيتقال هو كلام غير حقيقي، والله والله يا جماعه كلام غير حقيقي. الناس شغاله ومركزه في حاجه واحده بس، في الشهر ونص اللي جايين ازاي اكسب عشان اقدر اوصل ان انا اخد الدوري العام. البعض بيحاول ان يؤثر على النادي الاهلي بشكل سلبي وباخبار غريبه. كل واحد من حقه ان هو يجتهد مره اخرى، بقول هذا الكلام، ولكن معرفش ليه دايما الاجتهاد بيكون في سكه النادي الاهلي فقط. هناك انديه اخرى وما بتنافسش سبحان الله النادي الاهلي في حاجه، ولكن تلاقي دايما ان الاخبار اللي طالعه عن الانديه دي اخبار ايجابيه. تيجي تتكلم عن النادي الاهلي تلاقي ان ايه؟ اصله فلان الفلاني ماشي، وفلان العلاني راجع، وده اصله كولر مش عايز فلان. رسالتي لجماهير النادي الاهلي، الفريق محتاجك خلال هذه الفتره، لا يحتاج الا الدعم والمسانده. المرحله اللي جايه مرحله مهمه، مرحله مهمه ومرحله صعبه. لعيبه النادي الاهلي وجماهيره وقت الشده دايما بيكونوا موجودين وجاهزين، ودايما روح الفانيلا الحمراء هي اللي بتصنع الفارق والانتصارات.